يعني واضح لارا أنه هذا المسلسل المثير لم ينتهي بعد، وربما هناك المزيد من التطورات سنتابعها في الفترة القادمة. نحن نعرف يعني نستند إلى المعلومات الموجودة لدينا والمتاحة. سابقا يونيكريدت عندما بنى حصة بلغت 9 أو أعلى من 9% بشكل طفيف في بنك كوميرس بانك، قام بهذه الخطوة من خلال شراء جزء من الأسهم التي كانت طرحتها الحكومة للبيع، والجزء الآخر كان شراء هذه الأسهم من السوق المفتوح. في آخر ديسكلوجر كانت الحصة في نطاق 9%، فكون أن الحصة زادت بهذه النسبة الكبيرة هذا يطرح أسئلة عديدة، أنه هل فعلا تقدم يونيكريدت لشراء هذه الأسهم في السوق المفتوح، أم ربما هناك وسيلة أخرى؟ مثلا نحن نعرف أن يونيكريدت أيضا كان قدم طلب للمركزية الأوروبية لزيادة حصته في كوميرس بانك إلى تقريبا 29 أو ما يقترب من 30%، ولكن طبعا هذا الرد لم يأتي بعد من الإي سي بي لأنه هو قدم طلب قبل أيام قليلة، وأكيد المسألة تحتاج المزيد من الوقت اللي ينظر فيها مجلس إدارة الإي سي بي الذي نذكر هنا له دور المراقب البنكي أيضا إضافة إلى صانع السياسة النقدية في المنطقة الأوروبية. هذا الخبر في غاية الأهمية لأنه قبل أيام قليلة يوم الجمعة الحكومة الألمانية أعلنت، وكأن هذا كان الرد الأخير لها، أنها لن تبيع المزيد من حصتها في كوميرس بانك، وسبب الأساسي وراء ذلك هو منع يونيكريدت من الاستحواذ بشكل كلي أو إقامة نوع من التيك أوفر على هذا البنك الألماني. واضح جدا المعارضة من دويتش بانك طبعا، ولكن من اللاعبين الكبار في السوق الألماني من جهات مختلفة في الحكومة الألمانية حتى من داخل البنك نفسه. ولا ننسى لارا هنا يجب أن نذكر المشاهدين من يترأس كوميرس بانك، يانز فيدمان. من يانز فيدمان؟ هو كان رئيس سابق للبوندس بانك طبعا البنك المركزية الألمانية الذي أيضا كان لديه مقعد في الإي سي بي سابقا، وكانت هناك انتقادات من يانز فيدمان وغيره للسياسات التي تبعتها إيطاليا الحكومة الإيطالية طبعا وليس بنك يونيكريدت، ولكن حول الالتزام بقواعد الانضباط المالي فيما يخص الموازنات. فواضح أنه ألمانيا لا ترى أنه يونيكريدت أو بنك إيطالي يعد ربما يعني جهة مناسبة للاستحواذ على بنك ألماني، لاختلاف النظريات، اختلاف الثقافات، اختلاف الاستراتيجية في كيفية التعامل مع كل الأمور المختلفة، سواء كان الأمور البنكية، أمور الموازنات وإلى ما إلى ذلك. فأخيرا فقط لنذكر أنه مدى ضخامة هذه الخطوة اليوم، هل تعد خطوة اليوم أو هذا الإعلان اليوم، وننتظر طبعا التأكيدات والتصريحات الرسمية، هل يعد ذلك تحدي من قبل يونيكريدت للجهات الألمانية في ظل ما قالته سابقا أنها لا تود وتتخذ خطوات لوقف هذه الخطوة؟ هل سنرى هوستايل تيك أوفر؟ يعني الرئيس التنفيذي ليونيكريدت أندريا أورسال أدلى بالعديد من التصريحات في شتى الصحف الإيطالية يقول أنه هو لا يود أن يكون هناك أي نوع من الأجريشن أو لا يود أن يكون هناك أي عروض غير ودية. فهل تغيرت الصورة بعد الخطوة التي اتخذتها ألمانيا؟ واضح كما قلنا لارا أنه هذا المسلسل مستمر بالفعل كارينا، وبعض الأخبار التي ترد بأنه يبدو بأنه اشتراها عبر أدوات مالية، ولكن هو ما زال بحاجة لموافقات نهائية. لو يعني يبدو حتى الآن مثل ما فهمنا أنه رفع الحصة ليس نهائي بعد، بل بحاجة إلى الموافقات.